مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها في أسرارها تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب وناب، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. دفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. كل شيء جاهز. اتصلت بالكل؟ طبعا، وباكر بيكون افتتاح احسن مكتبه لاحسن محامي. وطبعا مسؤوليتك بتكون الاشراف الكامل على الافتتاح ان شاء الله. انا واثق فيك يا فهد، واتمنى اكون عند حسن ظنك. لا تكون قلتي لي الحقيقه. لا والله ما قلت لها الا اللي بغيتني اقوله. متأكدة؟ أيوة، كمان أتمنى أعرف لك عشان تصدق. ها زين،
عيل باكر تاخذي لها اوراق الاسكان والبلديه وتخليها توقع عليهم، بس ها لا تخليها تشوف ايش مكتوب فيهن، فاهمه؟ ان شاء الله ان شاء الله. سامحني يا شريف، لكن مثل ما احبش احب نفسي وولادي. خليني أحاول مرة ثانية. نعم جيفر، والله مبروك. لازم بي، ما عندي استعداد اسمع اي تعليقات من اي حد. مع السلامة. المحاولة الثانية بعد فشلت. وممارسة المحاماة، أيهما المتاع وأيهما المطيع؟ حتى الآن يبدو بهما يعبر أفقه المتسر بطموحه، فما هو طموحه يا ترى؟ إلى أين ستصل أيها؟ زلت أبحث عن مفردة تصف حالتي معك. من الصبح يا لسه اتصل فيش، حواش ما تردين. كنت في الكلية وبعد الكلية وين صرتي؟ البيت، البيت ولا السكن؟ حواش تكذبي وتقولي أهلي وأخواني وما أعرف من. صراحة أنا خاف على سمعتي، لأنك لو عرفت أني ساكنة في السكن بتقول أنك تريد تشوفني، وكل يوم أخاف أنك تيجي السكن وتسوي لي مشكلة. أنا كنت ناوي أخبرك، بس كنت أريد أتأكد من حقيقة مشاعرك اتجاهي. لا طبعا، بس الحين تأكد وعشان تصدقني أكثر بروح بقنع المشرفة عشان تخليني أروح السوق. يعني ما زعلان؟ وأنا بعد، تصبح على خير. وإيش أنت بعد؟ ما يخصك. مساء النور زميلاتي الحبيبات، أنا بكون مكان منى. تعرفوا السكن زحمة، كأنكم مصدومين. معقولة ما بترحبوا فيني؟
كأنش ما تبي تكملي جميلش. أرجوش يا أختي، أرجوش، إذا ما استوى عندنا بيت دورنا بيصير حغيرنا. لا بس هالبيت كم ورقة يبا؟ تراني موقعة على 3 ورقات غير هذيلة. يا أختي أنت ما تعرفي درازن الأوراق اللي بتوقعيها من البلدية والإسكان ومراكب من مكان حمكان. يمكن. المهم متى بنتكاتب؟ ترى شوفي، هذا مال أيتام وفرقبتي، شورهم في البيع أعرفه من زمان، لكن أبى أضمن حقهم ولو بعد 20 سنة. أول شيء ترابعيني الإسكان وتوقعي على البيع والشراء والتنازل عن البيت. يعني أول شيء أوقع وبعدين صك الفلوس؟ معلوم. وهذه الأوراق بعد لازم توقعينها. حشا، ذا ما بيت هلكت من التوقيع. بس أنا مطمنة لأن البيت بينكتب باسمش، ولا لو بينكتب باسم يمعوه. أسميني ورقة واحدة ما وقعت لين ما أشوف فلوس أولادي قدام عيني. حشا، ما في بارض أراكض يمعوه واستاده ليمين عند بيسه. ما شاء الله، وش هالزين وش هالحسن، تبارك الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها بتصيري؟ هي أنا أذنكم. وش هناك؟ وين سايرة؟ مكتبة جيفر، أوان اليوم الافتتاح. ما علينا، خبريني وين أوقع؟ هني. ما شاء الله ما شاء الله، فكرة جميلة وأتمنى لك كل النجاح. الأمم القارئة قائدة، وفكرة هذه المكتبة محاولة بسيطة لإزالة سوء الفهم بين الكتاب والناس. ها وش رايك؟ حلوة، مبروك. مجموعتش القصصية بتنطبع وتتوزع على حساب، وأنا مستعد أخلي الزباين يشتروها غصب. كيف شفتي؟ على كل اللي تسمعيه وتشوفيه، ما حرضش تفتحي مركز طبي خاص أو حتى عيادة؟ ممكن، بس أنا حالياً حابة المستشفى وحابة شغلي فيه. سوي مثل ريلش، كوني بمكانين، هو عنده مكتب محاماة ومكتبة. حلو الواحد يحقق حلمه، وما شاء الله على جيفر حقق حلمين في نفس الوقت، حلمه وحلم أبوه. الظاهر اللي بينكم جرح كبير. أنتوا أبطال الأسرة السعيدة، حواش ماخذين دور الكومبارس ويالسين بعيد عن بؤرة الحدث. إنزين، لاستكمال مشهد الأسرة السعيدة، وين أقدر أكلمك في موضوع خاص؟ أنت وش قلتي لها بالضبط؟ ما قلت لها شيء. سما، يا سما، يا سما، يا سما، يا سما.
سما ويش يابش؟ حويش رديتي بسرعة؟ البيت ما في حد غيرش ولا انت بعد ما تبيني حتى انا ما في بس يا بنتي بس يا ابو عيني اريد انام يعني ما بتخبريني تخليني لين اموت حسره عليش وهل انت لا قلتي حساعد الله يرحمه ولا قلتي لي ما من فضلك خليني روحي يا جيفر يا ترى كنت متعاملك ذي لو عرفت اني حامل بولدك ما اعرف افرح لاني حامل ولا احزن طلع عليك يا سعد ما حد سعد مكانك ما حد كان عندك حل حل كل هالهموم يا ولدي لو سمحتي بنروح تاخذ طفله برا على المستشفى ماما 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 انا هذا جيفر محيرني بصراحه لدرجه اني حاسه انه ما ادري ما اقدر احكم على شيء انا ما متاكده منه انت وش رايك جيفر مثل ابوي ما حد يعرف وش اللي في راسه وين ساير ما شغلش ما عطت شيء ثاني قول الصدق عطتني هاتي عثريش باغي يضميهن عني ها لا والله بس نسيت نسيتي يا رب خلصني منه يا رب السلام عليكم طال عمرك هي نعم يمع طال عمرك طال عمرك انا وقعت الاوراق كلهم صاحبه البيت متى نقدر نبدي زين طال عمرك زين اتري اتصالك مع السلامه ما تشوف هذه منطقه سكنيه باكر بتصل مكتب التطوير اخليهم يحطوا مطبات قدام البيت جيفر
تعال أباك. نعم. هلا شريف. موزة، من فضلك أباش تجيني البيت. أترياش. وإيش اللي صار اليوم في المكتبة؟ كني أنا وصيتك تراضيها وترجعها بيتك. ما استوى شيء. كيف ما استوى شيء وانت فرقت عليك العالم؟ الحين اللي ما كان يعرف مشاكلكم عرف. وايش بيقولوا عنك الناس؟ كيف يوثقوا فيك كمحامي تحل لهم مشاكلهم اذا كنت انت ما قادر تحل مشكلتك؟ حاول تكون مثلي. مستحيل اكون مثلك. قصدي تكون مثلي في تحكمك باعصابك، اما انك تكون مثلي فهذا مستحيل. انا اعطيتك الفرصه تختار تكون ثاني شخص يختار حياته، وللحين انا ما اعرف انت بتختار ويش. اختار ويش؟ وانت من صغري رسمت لي خط سير حياتي، دراستي، شغلي، زوجتي، حتى سيارتي واسم ولدي اللي ما انولد انت اللي اخترتهم. قول لي ويش اللي خليت لي فيه حرية الاختيار؟ لاني جالس اشوفك تميل للاختيار الخطأ. قصدك الاختيار اللي ما يتماشى مع مصلحتك. شوف يا ابوي، مسألة وقوفي معك باتت محسومة، لأن مفروض علي بحكم انك ابوي. اما حياتي الخاصة خليني اديرها واتحكم فيها روحي. ما عندش علم ولا خبر، ما دار على بالش تنشدي ولدش وين حرمته. كل اللي عارفه ان والدي مشغول نهاريا وسما في المستشفى. سما ويش قالت لش؟ القول قول ولدش، ان كان بنتي ما عايبتنه يقول دام انهم في الله. شريفة لا تقولي هالحكي. متلومة اني ما قلتها من زمان. حياة ولدي سعد الله يرحمه. ولدش خذ بنتي بس لأن انتيه وذياب تبوها، ولا هو لا. ما قال إنه ما يباها، وما قال إنه يباها. كلنا نعرف إنه يباها من صغره، بس تغير من سافر آخر سفرة تغير. وش اللي غيره؟ عمتي موزة انت هني؟ كيف حالك؟ بترومي تعرفي عن حالك اليوم، لأن ببيت واحد، ببيت واحد لا نشوف بعض ولا نعرف عن حال بعض. ترابعيني بيتنا عشان ترتاحي في حجرتش على هواش، ما حالي كلمة عليش. ودرتها وصارت؟ أقولش البنية جالسة تصيح وهي تنادي عليها وهي ولا مهتمة. يمكن كانت خايفة. أكيد دكتورة، يمكن تبى تخطفها. خلوا بالكم عليها، ترى البنت كمل يتيمة. إن شاء الله دكتورة. دكتورة سمع. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام. كنت في الإدارة سمعتهم يتكلموا عن موضوع أكيد يهمك. خير. خلود علامة.
ناويين ينقلوها لدار رعاية. ويش؟ يقولوا إن البنت صارت مزعجة والسبب الكثير من المشاكل والمضايقات للمرضى والموظفين. بس خلود بعدها صغيرة. خلود وصلت لسن لازم تنتقل فيه لدار رعاية. بس هي متعلقة فينا، حرام ناخذها من مكان وناس وجوه تعودت تشوفها. عادي، بتتعود على وجوه جديدة. أنا بسير الإدارة أشوف الموضوع. هذا قرار إداري ما ممكن تتجاوزيه. خير يا بنتي؟ تلف البريد. خلي اطول. اتصلوا فيك شركة النفط ويسيروا على العقود. اي نعم نعم. تفضلي تفضلي. اقول لك طلبي لي والدي كيفك وخليني بسرعة. حاضر استاذ. ايش يعني يا خالي؟ أبوي تدور عليه الشرطة؟ ما أعرف، لكن بصراحة أسألته ما ريحتني. أوين قاسم؟ غريب، وإيش يستوي لكم؟ إيش يقرب لكم؟ يعني من هذه الأسئلة. وأنا اللي أفكره معجب، طلع يراقب أبويا ويدور عليه؟ ليش ما قلت لي؟ كان أنا بشيل دلال السوق. انت من متى انت بتقعد عن بيت ها؟ لكن هذي اكيد اي دلال هي اللي لعبت بعقلك من حنتها ومحايرتها. وانا ايش دراني؟ وبعدين لو كانت الشرطة يدوروا عليه كان خذوه بسهولة او انشدوا اي حد غيرك يا خالي. ايوه ايوه تذكرت، قال قال يسأل بس لانه حاس اني اعرفك. وهذه هي الخطورة. معناتها كلام الملازم سيف صح. انت تعرفه مثل ما هو حاس اني اعرفك. قول يا قاسم قول، من هين هذا الريال ومن هين تعرفه ويعرفك؟ في شيء ثاني بعد؟ انت حويش واقف وراي شغل في المكتب. لو قلت لي ان وراك شغل في المكتب كان قصرت لك واحد من المراسلين يجيك وياخذهم منك. المهم العقود عندك وفيها اللي تبغى. سامحني يا رب. انا كأنك تقول لي لو تقعد على رأسي لين الصبح ما بتكلم. أنا على عهدي معك ولا بكلف عليك بشي، بالعكس أنا علشانك وعلشان دلال وأخوها وافقت على شيء ما كنت أحبه. مر عياني يحب على خشمي وقابل صمخانه يقول توبته إن ما بيزعل خاطر حد منه بعد اليوم. حلف لي ذيك الأيامين المغلظة يقول من قوله إنه تغير ومحتاج لفرصة نسمعه ونسامحه فيها. قلنا لها بنمشيها لك هالمرة، لكن إذا بدأ منك أي غلط ولا أديت حد تراني يعني لبعدك. على الأقل أضمن إنه ما بيشكي عليك ويلفت نظر الملازم سيف أكثر مما هو عليه.
هالصلع في وجهي، بس اتأكد ان ما يصيبك شيء، وان ظني في الملازم سيف ما في محله. تعرف ليش؟ لان مرعي الوحيد اللي يقدر يشتكي عليك ويتهمك باي شيء وبدون سبب. وافق يا قاسم، وافق علشان امشي اقولهم ان عش الصلح معي والليله. اللي يشوف الشيخ. الله يستر، ما يطلب الصلح إلا إذا كان يحضر لمصيبة ومشكلة أكبر من اللي قبلها. زين وصلت يا بنتي، يوعانة وما راي ما تغدى روحي. ما مشتهية اليوم الغداء، على كيف كيفك، ما يحتاج. كنش متكدرة. خلود علامة بياخذوها من المستشفى. أمها وأبوها دار ليتام. حسبي الله ونعم الوكيل على هالأم وهالأبو اللي يابوها ونهللوبها. حسبي الله عليهم. يقول لك شايل على الراس ما بيفيد، بادي فسيح وخلا عنه. الله عنه. خطفنا على ناس بالمايات وطفل صغير خليجاني أول يزورون باللميات، خلبا تشوف خليلا، لكن قالوا هذا طاح ما بيفيد، خلوه براي وخلاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا العودة. يا حي والله بزين، كيف حالك؟ عساك بخير. الله يسلمك. عفاك الله. يا مرحبا. مرحبا. يا مرحبا يا العودة. ما شاء الله زايرنا. قرب 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 قرب. لا والله لا والله ما ادري. يا مرحبا. استريحوا. ريحوا. ابو سالم. نعم. وش الريان؟ ايش دوك؟ لا ما حد قد لك. ما شاء الله. خاورت في شيء؟ حياك صوبكم. ابدا. ما شاء الله. الله يبارك. يحيى الله يسلمك. الصحة والعافية. الله يرضى عليك. انت بس ارضى علي. واني بعيبك. شوف يا مرعي، ترى اي شيء يصيب قاسم بتلقاني في وجهك. قلت لك يا شيخ بعيبك. ابو سالم. نعم. الربسه تحلو بقصيد من عندك عاده. صح. قال يقول زرت حسن وحسيسن يلعب القذوره مع كلاتي. معاتي. او انا ما يبي يزور بحسيسن يودر زوالي مع كلاتي. خطف على الدار بن صدين تحن البنيه مسايدها. هذه ديره العز بن صدين بمصليها ومسايدها. مسايدها. قرب المراد يا دلال. قرب. طالع؟ عندي خبر حلو بيفرحك. اليوم خالي اودع فلوس محصول المزرعه في البنك، ومع الفلوس اللي اعطاني اياها عن بيت امي نقدر نبتدي بنا البيت، بيت الاحلام. كنت افكر ان نبني البيت في طرف المزرعه، وايش رايك؟ وايد واثقه من نفسك. اشوف ايش متاكده اني بوافق انك انت اللي تبني البيت حولادي. مستحيل طبعا. أنا شريكتك في الحياة. إلا في واجباتي. حويش هالحساسية. كانش تقولي لي حويش تتعب علينا. إنزين قولي وين ساير؟ يوم عطيتي فهد الفلوس قلتي لي؟ يوم بعت البيت حخالش قلتي لي؟ ترى أنا بعد يحق لي ما أقول.
يلا يا حلوين، يلا يا حبايبي، روحوا بدلوا ثيابكم وتغسلوا وناموا. يلا يلا شاطرين، يلا يا حلوين. ليلى تقربي منهم عن ينسوش. اليوم عمهم جيفر ويدهم تأخر، ولا فارين هم اللي ذاكروا لهم ويداروهم. وطلال شروة ما تشوفي، غادي ما يتحاكى، وكل ما قلنا له كلمة عقد ويها وطلع، حتى ما طايق جلسة البيت وشوفت أولاده. يكون عندك يا طلال، بس ترى جيفر الله يهدي اخرني في المكتب اليوم. سايرين نتعشى ما يبالها مصر. اريد اتكشف بهذا المصر لاني من يوم الحفله ما لبسته. بس بصراحه يعجبني ذوقك في المصر. طيب شوف هذا المصر وعطنا رايك، لاني لين الحين ما لبسته. يا فاز بنت عمتك طب وملك عليها، وامها المسكينة يا ستضرب راسها على ايدها يوم عبرت الوش، بس هي وعدتني ان ما تخليها لما تطلقها منه. خلوها مرتاحة مع اللي اختارته.
بس انا باغي حالك، ما حول ثياب